الشك كمن شك في قدرة الله أو شك في وجوده، فهذا من ما تحصل به الردة. والمراد بالشك هو الشك الذي يستقر في النفس، وليس المراد الوساوس. الوساوس هذه تعتري الإنسان، والشيطان قد يوسوس للإنسان، وهذا أقوله لأن بعض الناس إذا سمع هذه الأحكام قد يأتيه الشيطان فيوسوس له ويقول أنت خرجت من الإسلام، وبما يلقيه عليه من هواجس. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم ما لئن يخروا من السماء إلى الأرض أحب إليهم من أن يتحدثوا به، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صريح الإيمان. وفي بعض الأحاديث قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالشيطان يوسوس للعبد، لكن العبد يستعيذ بالله عز وجل، ولا يضر العبد وسوسة الشيطان، بل إنكار العبد لهذه الوسوسة دليل صريح إيمانه، فلا يشك في إيمانه حينئذٍ.